كله لا يفتى هو مالك، وهو من مالك او من مالك القرن. ادي الاماميه في منطقه الخطوره داخل منطقه الجزاء، شرويده داخل المنطقه، عمل ايه شرويده؟ ضربه جزاء اخذها شرويده، ضربه جزاء قرار من عمرو عايد وانذار كمان لامير عابد، ضربه جزاء لنادي امبي داخل منطقه الجزاء، عرقله لشرويده. شوف اللعبه عملت البينية، يا سلام على تمريراتك يا مارتينيز، استلم حلو. وادي بقى هنا ضربة الجزاء من حارس المرمى مش من المدافع. بص شوف ادي حارس المرمى، شوف حارس المرمى عمل ايه بركبته، ملهاش اي لازمة. كابتن بقى عادل المأمور وتحليل اداء الحراس هيقول لنا كلام كتير في هذا الامر، مش هنتكلم كتير في الموضوع ده، ولكن ضربة جزاء في النهاية لنادي امبي، ضربة جزاء في الدقيقة 72 لنادي امبي. يا ترى يا هل ترى، هل ممكن نادي امبي يقضي على المباراة ويسجل هدف ثالث يصعب بيه الامور جدا جدا على نادي امبي، على نادي اسوان؟ ده اللي هنشوفه. ادي هنا بقى طارق السعيد بيدي التعليمات الاخيرة للاما كولن اللاعب الغيني. هل هينزل مكان شرويده ولا ايه؟ لاعب غيني عنده 28 سنه لاما كولن، مواليد 4 ابريل 87، لعب في الداخليه ولعب في الظفره العماني، رجع مره ثانيه على الداخليه ثم الى نادي امبي. ورامي صبري على التنفيذ، رامي ومواجهه مع محمود رضا وموعد مع اول الاهداف هذا الموسم. رامي صبري بيسجل الهدف الثالث لنادي امبي والهدف الاول ليه هذا الموسم، هدف في الدقيقه 73 من عمر اللقاء. وهنا بقى تبديل، هيخرج شرويده وهينزل لاما كولن، وبالتاكيد لما هيخرج شرويده وينزل لاما كولن محمود قعود ويلعب راس حربة صريح ويبقى تحته لاما كولن، صلاح عاشور وماريو مارتينيز.